بسم الله الرحمن الرحيم. نصيحتي لنفسي ولإخواني أن نعلم أن العين نعمة من الله، من أعظم نعم الله علينا، نعمة متكررة في كل ثانية، فينبغي أن نستعملها في طاعة الله، وأن لا نستعملها في معصية الله، وأن نعلم أن من استعمل نعم الله في معاصيه أوشك أن يفقد كونها نعمة ولو بقيت. والأمر الثاني أن نذكر أنفسنا أننا سنسأل عن هذه العين بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذا جلست في غرفتك ما يوجد أحد وتنظر، تذكر أنك ستقف بين يدي الله وسيسألك عن هذه العين وعن هذه الرؤية التي رأيتها.